أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ. أستاذ محمود، يعني أسألك أولا عن لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، وأهم الموضوعات التي تمت مناقشتها في هذا اللقاء. بالتأكيد هو لقاء هام بين قيادتين كبيرتين. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قيادة كبيرة في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي طبعا يمثل الكتلة الغربية. نحن أمام لقاء مهم، لقاء محوري، خاصة وأنه مصر أثبتت خلال الفترة الماضية أنها تتحرك وفق سياسة ثابتة وراسخة في التعامل مع كل القضايا الإقليمية، ولديها يعني تعاون كبير وعلاقات استراتيجيه ممتده مع الجانب الامريكي، وهناك كثيرا من الملفات المشتركه ما بين مصر والولايات المتحده الامريكيه، سواء على مستوى العمل على الاستقرار الاقليمي في الشرق الاوسط او العمل على قضايا مثل قضايا المناخ والامن العالمي وقضايا المياه ونقصها. كثيرا من الملفات التي تضم مصر والولايات المتحده الامريكيه الان نجد في قمة جدة للتعاون، وهذا اللقاء الذي تم أتصور أنه ما هو أبعد من الموقف المصري. هناك موقف عربي واضح، أنه قرار عربي موحد في التعامل مع كل المتغيرات الموجودة على الساحة الدولية الآن. نحن أمام نظام عالمي جديد يتشكل، هذا النظام العالمي الجديد الشرق الأوسط والمنطقة العربية تلعب فيه دورا محوريا. قوة عظمى كانت تحاول أن تخرج من هذه المنطقة وتحاول أن تتجاهل قضاياها، ولكن الآن تعود مرة أخرى لهذه المنطقة لأنها أثبتت أنها منطقة محورية، وأن العلاقات بها علاقات مهمة واستراتيجية، خاصة على المستويات السياسية أو المستويات الاقتصادية أو حتى المستويات الأمنية وما يتعلق بالاستقرار الإقليمي وغيره. فبالتالي إحنا قدام مشهد مهم جدا يحدث الآن في جدة. أتصور أنه هو مشهد يعني يؤسس لنظام عالمي جديد. هذا النظام العالمي الجديد سيكون فيه الشرق الأوسط وفي القلب منه الدول العربية التي اليوم تتوحد أمام القيادة الأمريكية في مشهد أنا شايف أنه مشهد مهم جدا. القادة العرب موجودين في لقاء الرئيس الأمريكي، هذه اللقاءات ليست ثنائية ولكن الآن يعني المواقف العربية موحدة وراء الملفات العربية المهمة على أولوياتها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحل الدولتين اللي ربما الرئيس بايدن تحدث عنه في خلال زيارته السابقة للقدس والأراضي المحتلة، ثم زيارته الآن لجدة وحديثه مع القادة العرب على ما يشغلهم سواء فيما يتعلق بالأمن الإقليمي وضمانه، ثم ما يتعلق بالمتغيرات التي تحدث على العالم بمناسبة الأزمة أو بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية. يعني ثم أستاذ محمود، يعني ترى حضرتك أن العمل العربي المشترك ووحدة الموقف العربي في يعني قضايا كبيرة ومهمة محورية إقليميا، هذا الموقف من الممكن أن يؤثر بالفعل على الطرف الأمريكي أو المجتمع الدولي ككل عند اتخاذه قرارات أو تعامله مع هذه القضايا؟ الأمر اختلف بالنسبة لهم؟ بالتأكيد، يعني الموقف الأمريكي وزيارة الرئيس الأمريكي بعدما حدث من خلافات طفت على السطح خلال السنوات الماضية والحديث عن أنه في تخرج أمريكي من المنطقة وأنه تتراجع أمريكا عن دورها في الشرق الأوسط الذي كان مؤثرا في خلال السنوات الماضية، الآن هي تعود وفق تصور أنه وفق شروط جديدة قائم على فكرة أنه التعامل مع وزن نسبي كبير للدول العربية. هذا الموقف الموحد وهذا اللقاء مع القادة العرب في جدة أتصور أنه بيعكس وزن نسبي كبير للمنطقة العربية الآن، ثم المنطقة العربية تتعامل باستقلالية في اتخاذها للقرارات، بمعنى أنه الدول العربية الآن لديها مصالح تحافظ عليها ولا تميل لطرف على حساب طرف آخر. هي تؤمن بالمصالح المشتركة، تؤمن بالمكاسب المشتركة، وتؤمن أن مصالحها تحركها وليس أي ضغوط أو أي محاولات للتأثير على قراراتها طالما لا توجد في مصلحتها. وبالتالي إحنا قدام شكل جديد للعلاقات الأمريكية العربية تقوم على فكرة أنه احترام المصالح المشتركة، استلام لاستقلالية هذه الدول ويعني رغبتها في أن هي تمثل نفسها ولا تمثل أي أفكار مصدرة إليها من أي طرف، أنها لا تأتي على طرف على حساب طرف آخر، خاصة وأن احنا نعود مرة أخرى لأجواء ما يشبه الحرب الباردة ما بين قطبين أو ما بين معسكرين كما كان الحال قبل 40 أو 50 عاما.